سايتوكاينز. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالسايتوكاينز، هنتكلم عن الديفينيشن، كمان البرودكشن من الديفرنت سيلز والكلاسيفيكيشن اوف ديفرنت تايبس من السايتوكاين، كمان هنتكلم على ديفرنت اكشن للسايتوكاين، وكمان هنتكلم على السايتوكاين ريسبتورز، واخر حاجة هنتكلم عليها وهي عملية الميجرمنت او القياس داخل المعمل، كل الطرق اللي بستخدمها عشان نقيس السايتوكاينز الموجودة داخل الجسم. السيتوكاينز لما بنيجي نعرفها بنقسم الكلمة لنصين، النص الاولاني اللي هو كلمة سايتو معناها سيلز، والنص التاني من الكلمة وهو الكاينز معناها موفمنت، فلو جمعتهم الاثنين على بعض معناها تحريك الخلايا، ولكن في الواقع السيتوكاين عبارة عن مسنجر مولكيولز اوف ذا اميون سيستم، بمعنى ان السيتوكاين عبارة عن small molecule وظيفتها ان بتعمل communication ما بين الخلايا، عشان كده بنعرف السيتوكاين كأنها لغة التواصل بين الخلايا، من خلالها بتقدر الخلايا تقوم بالفانكشن بتاعتها، سواء ان هي بتعمل migration وتمشي من مكان لمكان تاني او تقوم بأكشنز اخرى نتكلم عليها بالتفصيل، لان دايما زي ما احنا شايفين في الفيديو كل خلايا الليكوسايت بتحتاج ان هي تتواصل مع بعضها عشان تقوم بالدور بتاعها، لان الليكوسايت ما بتبقاش كونكتد مع بعضها، كل خلية منفصلة، وكمان بيحصل لها سيركوليشن داخل البلد، كمان بيحصل لها مايجريشن للتيشوز، عشان كده هي بتبقى موجودة في اماكن بعيدة عن بعضها داخل الجسم، وفي حالة حدوث اي انفكشن او انفلاميشن الخلايا دي بتتواصل مع بعضها عشان تقدر تقوم بالدور المناعي الخاص بيه، ولغة التواصل ما بين هذه الخلايا هي السيتوكاينز. لما بنيجي نعرف السيتوكاين اللي هو التعريف العلمي لها، هي عبارة عن جروب اوف بروتين used for communication between cells. معظم السيتوكاينز عبارة عن small protein بيبقى لها molecular weight قليل، عبارة عن بيبتايد، وظيفتها هي الكوميونيكيشن ما بين الخلايا، وطالما هي بتعمل كوميونيكيشن ما بين الاميون سيلز، عشان كده هي بيحصل لها برودكشن من الاميون سيلز الموجودة في الاميون سيستم اللي هي موجودة قدامنا دي كلها، سواء التي سيل، البي سيل، ناتشرال كيلر سيلز، المونوسايت، الماكروفاجز، نيوتروفيل، زينوفيل، بيزوفيل، ماست سيل، والدندريتك سيلز اللي احنا بنسميهم سايتوكاين بريديوسينج سيلز. والسايتوكاين بتشتغل ككيميكال ماسنجر ما بين هذه الخلايا اللي هي الليكوسايت او الاميون سيلز، ومن خلالها بيحصل ريجوليشن للاميون ريسبونس، الخلايا بتتواصل مع بعضها عشان تنظم الاميون ريسبونس في حالة الانفلاميشن او الانفكشن، وبالتالي تقدر تعمل ستوب للانفلاميشن والانفكشن موجود داخل الجسم. والكيميكال استراكشر للسيتوكاين زي ما قلنا هو عبارة عن سمول بروتين بيبقى لها مولوكولار ويت قليل جدا، اقل من 30 كيلو دالتون، واللي مولوكولار ويت ده بيبقى مهم جدا للسيتوكاين، لان السيتوكاين زي ما قلنا بتتفرز من الاميون سيلز في مختلف الاماكن داخل الجسم، وبالتالي السيتوكاين مطلوب منه ان هو بيعمل مايجريشن او بيتنقل من مكان البرودكشن لكل اجزاء الجسم، عشان كده كل ما يكون المولوكولار ويت بتاعه قليل بيقدر يطلع من التيشوز ويوصل للبلد ويوصل لكل انواع الليكوسايت الموجوده في الليمفويد تيشو او في البون مارو. السيتوكاين has high affinity for its receptor. السيتوكاين بتقدر تقوم بالاكشن بتاعها ما بين الليكوسايت من خلال ان هي بتتحد بسبيسيفيك ريسبتور خاصه بالسيتوكاين، بتتحد فقط مع السيتوكاين، عشان كده بنقول ان السيتوكاين has high affinity للريسبتور، ما بيعملش الاكشن غير على الخلايا اللي عليها الريسبتور بتاعته. كمان من البروبرتيز للسيتوكاين وهي اكتيف ان بيكو مول اماونت، بمعنى ان السيتوكاين بيقدر يقوم بالدور بتاعه في التركيزات القليلة جدا، عشان كده لو خلية واحدة طلعت السيتوكاين بتقدر بالكميات الصغيرة اللي هي مطلعاها تجذب مجموعة كبيرة من الخلايا، لان السيتوكاين افكتيف في السمول اماونت او البيكو مول اماونت. السيتوكاين من ناحية طبيعتها والاكشن بتاعها بتتشابه بشكل كبير جدا مع الهرمونز، من خلال ان هي عبارة عن كيميكال ماسنجر بتنقل رسالة من مكان للتالي، عشان كده بيبقى فيه تشابه كبير ما بين الهرمونز وما بين السيتوكاين، ولكن بيبقى فيه اختلافات كبيرة ما
ما بين الاثنين، لان غالبيه الهرمون بتشتغل كمسنجر للاندوكراين سيستم، وعشان كده دايما بتشتغل at a distance، بمعنى ان هي بتطلع من الاندوكراين اورجان وتوصل للبلد وتروح للتارجت تيشو بتاعتها وتاثر عليه. بينما السيتوكاين بيبقى لها بروبارتس ان هي ممكن تاثر لوكالي اور ات ا ديستنس، بمعنى ان هي بتاثر على الخلايا المحيطه بيها، وكمان تقدر تاثر على الخلايا اللي موجوده على مسافه بعيده زي الهرمون. عشان كده احنا بنفرق ما بين الهرمون والسيتوكاين في الجدول الموجود قدامنا ده، عشان نعرف ان في فرق كبير جدا ما بين السيتوكاين وما بين الهرمون. اول حاجه وهو السورس، الهرمون دايما بيطلع من سبيسيفيك اندوكراين جلاند، على حسب نوع الهرمون بيبقى له سبيشال اندوكراين جلاند، ولكن السيتوكاين بتطلع من الميني ديفرنت سيل تايب، بتطلع من انواع مختلفه من الخلايا المناعيه. فهنا الفرق واضح، بمعنى ان الهرمون بيطلع من سبيسيفيك اندوكراين جلاند فقط زي الثيرويد هرمون بيطلع من الثيرويد جلاند، ولكن الانترلوكين بتقدر تطلع من اكتر من خليه، من خلايا الليكوسايت الموجوده داخل الجسم. الاختلاف الثاني وهو التارجت سيلز، بنلاقي ان الهرمون بيبقى لها سبيسيفيك تارجت سيلز بتاثر عليه، بينما السيتوكاين بتقدر تاثر على ديفرنت سيلز، بمعنى ان ممكن وان سيتوكاين ياثر على ديفرنت تايب من الليكوسايت سواء الليمفوسايت او الجرانولوسايت او المونوسايت. الاختلاف اللي بعد كده هو الفانكشنال ريدندنسي، بمعنى التداخل في الاكشن ما بين ديفرنت تايب من الهرمون او السيتوكاين، بنلاقي ان الهرمون بيبقى فيري لو ريدندنسي، بمعنى ان مفيش هرمون بيقدر يقوم بالدور بتاع الهرمون الاخر، ولكن في السيتوكاين بتبقى فيري هاي، معنى ان الديفرنت سيتوكاين كان هاف ذا سيم افكت، ده اللي احنا بنسميه ريدندنسي او التداخل، ان ممكن اكتر من تايب من السيتوكاين يعمل نفس الاكشن، وده طبعا مش موجود في الهرمون. الاختلاف اللي بعد كده وهو الافكت سواء للهرمون او السيتوكاين، الافكت بتاع الهرمون بيتم فين؟ في حاله الهرمونز بيبقى الافكت اندوكراين، بمعنى ان الهرمون بيخرج من الاندوكراين جلاند ويسافر في البلد لحد ما بيوصل للتارجت تيشوز اللي بتبقى موجوده في مسافه بعيده عن الاندوكراين اورجان اللي بيفرز الهرمون ده. ولكن السيتوكاين بيبقى لها اكتر من اكشن، بيبقى لها اوتوكراين وباراكراين واندوكراين افكت، بمعنى ان هو ممكن ياثر على نفس الخليه اللي بتعمل برودكشن او الخلايا الموجوده جنبها او الخلايا البعيده اللي موجوده على مسافات بعيده اللي احنا بنسميها اندوكراين افكت. كمان في اختلاف كبير ما بين الهرمون والسيتوكاين في الفانكشن، الهرمون دايما بتشتغل في الهوميوستاسيس، بمعنى ان هي بتشتغل في الميتابوليزم داخل الجسم وتظبيط الالكترولايتس والمينرال، ده اللي احنا بنسميه الهوميوستاسيس او تظبيط البيئه الداخليه للجسم، بينما السيتوكاين بتشتغل في التيشو ريبير والريزيستنت تو انفكشن اللي هي المناعه الموجودة داخل الجسم اللي بتقدر تعمل تيشو ريبير بعد الانفلاميشن، وكمان بتعمل ريزيستنس تو انفكشن. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها وهي النيمز اوف سيتوكاين، نتيجة لان السيتوكاين مجموعة كبيرة جدا من الكيميكالز فبتاخد الديفرنت نيمز، وتم تسمية السيتوكاين على مجموعة من البيزز، اول بيز وهو السورس، على حسب السورس اللي بيفرز السيتوكاين بنديها الاسم، زي المثال الموجود قدامنا الليمفوكاين نوع من السيتوكاين بيخرج من الاكتيفيتد تي ليمفوسايت، طالما بيخرج من الليمفوسايت عشان كده احنا بنسميه ليمفوكاين. الحاجه الثانيه اللي بيتم عليها التسميه وهي الفانكشن، بعض السيتوكاين بيبقى لها سبيسيفيك فانكشن وهي عمليه الموفمنت للليكوسايت زي الليكوسايت سيركوليشن اند مايجريشن، النوع ده من السيتوكاين بنسميه الكيموكاينز. كيموكاينز معناه بعض الكيميكال اللي بيبقى لها محفز ان بيعمل سيركوليشن او مايجريشن للسيلز. التسميه الثالثه بتعتمد على الانتر سيلولار اكشن زي في حالات الانترلوكينز، الانترلوكين وظيفتها ان هي بتعمل انتر اكشن بتوين اللوكوسايتس، عشان كده هنسميها انتر لوكينز لان هي مجموعه كبيره جدا بتقدر تعمل كوميونيكيشن ما بين الخلايا. فيبقى هنا التسميه على حسب السورس او على حسب الفانكشن او على حسب الانتر سيلولار اكشن. لما بنيجي نعمل كلاسيفيكيشن للسيتوكاين بنقسمها لمجموعه من الفاميليز على حسب الستراكشر، فكل مجموعه من السيتوكاين بتبقى ستراكشرلي ريليتد بنسميها فاميلي. عندنا أربع أنواع من السيتوكاين فاميلي، أول واحدة بنسميها الهيماتوبويتيك فاميلي
التانية بنسميها الانترفيرون فاميلي، التالتة التيومر نيكروزيس فاكتور فاميلي، وبعد كده الكيموكاين فاميلي. كمان بنقدر نعمل كلاسيفيكيشن للسيتوكاين على حسب الفانكشن اللي احنا بنسميها الفانكشنالي ريليتد، مجموعة من السيتوكاين بتعمل نفس الاكشن، عشان كده بنجمعهم مع بعض وبنديهم نفس الاسم. اول حاجة الانترلوكين، تاني حاجة الانترفيرون، بعد كده التيومر نيكروزيس فاكتورز، بعد كده الكوليني ستيميليتنج فاكتورز، وبعد كده الكيموكاين. هنتكلم على كل واحد من الانواع الموجوده قدامنا من السيتوكاين، وهنبتدي بالانترلوكينز. زي ما قلنا الانترلوكينز بتعمل كونكشن ما بين الليكوسايت اللي بنسميها الانتر سيلولار اكشن، عشان كده بتعمل ريجوليشن وانتر اكشن بين الليمفوسايت والاذر ليكوسايت، وهي مجموعه كبيره جدا من الانترلوكينز دايما بنديها نمبرينج، بمعنى بيبقى انترلوكين 1 انترلوكين 2، وعندنا مجموعه كبيره قوي حوالي 37 نوع، وتم تسميتها على حسب الاكتشاف. يعني اول واحد اكتشف سميناه رقم 1، بعد كده 2 و3، فعلى حسب اسبقية الاكتشاف تم الترقيم للانترلوكين. المجموعة الثانية وهي الانترفيرونز. الانترفيرون عبارة عن انتي فيرال سيتوكاين بيحصل لها برودكشن في حالات الفيروس انفكشن وحالات الاميون ستيموليشن، عشان كده هي بشكل كبير جدا بتعمل ستوبنج لعملية الفيرال انفكشن، وهي تسمت انترفيرونز لانها بتعمل انترفيرونز with viral RNA and protein senses، وزي ما احنا شايفين في الصورة بيتم افرازها من الفيروس انفكتد سيلز، وبتقوم بالدور بتاعها داخل السيلز، وكمان بتقدر تطلع في البلازما وتعمل انترفيرنس ويز فيروس انفكشن. الانواع المختلفه من الانترفيرون بنقسمها لتايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيشمل الانترفيرون الفا وبيتا، الاثنين بيشتغلوا كانتي فايرال سايتوكاينز. الالفا بيطلع من الدندريتك سيلز والبيتا بيطلع من الفايبروبلاست سيلز. كمان التايب 1 بيشمل الدلتا والاوميجا والتو، ده بيطلع من التروفوبلاست، له فانكشن في البريجنانسي سيجنالينج. بينما التايب 2 من الانترفيرون بيشمل نوع واحد بس وهو الانترفيرون جاما، بيطلع من التي هيلبر 1 سيلز، وظيفته ان هو بيعمل اميون اكتيفيشن. النوع اللي بعد كده وهو التيومر نيكروزيس فاكتورز، بنختصرها بالتي ان اف، هم اكتر من نوع، هي عبارة عن سيتوكاين درايفد فروم ماكروفاجس والتي سيلز، وظيفتها من اسمها ان هي بتعمل كيل او نيكروزيس للتيومر سيلز، عشان كده هي تسمي تيومر نيكروزيس فاكتور. ولكن عملية الكيلينج للتيومر سيلز هي مش فقط هذه الوظيفة، ولكن هي لها فانكشن اخرى في الاميون ريجليشن وفي الانفلاميشن، وهي بتتكون من مجموعة كبيرة من الريليتد بروتين، وبنقدر نقسمها للتيومر نيكروزيس فاكتور بيتا، بيخرج من التي سيل والاذر سيل، وظيفته ان هو بيعمل تارجتنج للتيومر سيلز وبيعمل لها كيلينج. بينما التيومر نيكروزيس فاكتور الفا بيخرج من الماكروفاجس والاذر سيل، وله وظيفه مهمه جدا في الانيشيشن اوف انفلاميشن. النوع اللي بعد كده من السيتوكاين وهو الكولين ستيميليتنج فاكتورز، دي عباره عن مجموعه كبيره من السيتوكاين بتشتغل كجروس فاكتور، هي من اسمها كولين ستيميليتنج فاكتور، بمعنى ان هي ليها ستيميليتنج افكت وبتؤدي للجروس اوف ديفرنت سيلز وخاصه الليكوسايت، عشان كده الكولين ستيميليتنج فاكتور بتبقى مهمه جدا في البرودكشن اوف لوكوسايت، من خلال ان هي بتاثر على الستيم سيل اللي بتخلى اللوكوسايت بتعمل لها ديفيجن، وبالتالي تدينا عدد كافي من الخلايا عشان تشتغل في الاميونيتي وعشان يقدر الجسم يدافع عن نفسه. اخر نوع وهو الكيموكاين. زي ما قلنا الكيموكاين هي عباره عن مجموعه من السيتوكاين لها دور مهم جدا في الليكوسايت موفمنت او سيركوليشن وميجريشن في حالات الالتهاب، ومعظم السيتوكاين ديت بتشتغل ككيموتاكتيك فاكتور، معناها ان هي بتجذب الليوكوسايت وكمان بتعمل لها اكتيفيشن ان هي تعمل مايجريشن وتروح للمنطقه اللي فيها الانفلاميشن. واكتر نوع مشهور من الكيموكاين هو السي اكس سي ال 8، وبرضه احنا بنعرفه بالانترلوكين 8، ده واحد من الكيموكاينز المشهوره اللي بيبقى له كيموتاكتيك فاكتور وليوكوسايت اكتيفيشن. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها وهو الاكشن اوف سيتوكاين، ازاي السيتوكاين بيقدر يقوم بالاكشن بتاعه على التارجت سيلز الموجوده سواء في المنطقه اللي بتفرز فيها السيتوكاين او المنطقه البعيده عن مكان السكريشن.
زي ما قلنا ان السيتوكاين بيبقى ليه سبيسيفيك اكشن على سبيسيفيك سيلز. كل سيتوكاين اكت اونلي اون سيلز بيرينج سبيسيفيك ريسبتور، بمعنى ان السيتوكاين بيعمل الاكشن بتاعه على انواع محدده من الخلايا اللي بيبقى عليها الريسبتور المخصوصه للسيتوكاين. والسيتوكاين اللي بتبقى موجوده على الخلايا بيحصل لها اكسبريشن من خلال التارجت سيلز، واللي بيبقى لها كنترول في كميه وعدد الريسبتور اللي بتبقى موجوده على السيرفز بتاعها، بمعنى ان هو بيتحكم في كميه الريسبتور وبالتالي بيتحكم في الاكشن اللي بيعمله السيتوكاين على الخليه نفسها. اول حاجه لما نيجي نتكلم على الاكشن اوف سيتوكاين هنبتدي نتكلم على عمليه السكريشن اوف سيتوكاين من الخلايا اللي احنا بنسميها سيتوكاين بريديوسنج سيلز. اول ما الخليه بيحصل لها استيموليشن من خلال الاستيمولس، بعد كده الخليه دي بتفرز السيتوكاين من خلال ان هي بتعمل اكتيفيشن للسيتوكاين جين اللي هو موجود في النيوكلاس، بعد كده النيوكلاس بتبتدي تطلع الماسنجر ار ان اي اللي بيروح للرايبوسوم الموجود في السيتوبلازم وبالتالي بيخلى السيتوكاين، بعد كده السيتوكاين بيحصل له ريليز وبيعمل الاكشن بتاعه على التارجت سيلز. التارجت سيلز زي ما قلنا بيبقى عليها السبيسيفيك ريسبتور، بتقدر تستقبل السيتوكاين من خلال الريسبتور الموجودة على السيرفس. بعد كده اول ما بيتحد السيتوكاين مع الريسبتور بيدي سيجنال داخل السيلز، والسيجنال دي بتقدر تعمل اكتيفيشن للجين داخل النيوكلاس، وبعد كده بتدينا البيولوجيكال ايفكت على حسب نوع السيتوكاين اللي بيتحد مع الريسبتور بيدي الايفكت على الخلية اللي هو بيؤدي للبيولوجيكال ايفكت. ممكن يكون الايفكت عبارة عن ديفيجن او ماتوريشن او ترانسفورميشن او سيكريشن على حسب نوع السيتوكاين اللي بيتحد مع الخلية وعلى حسب نوع الخلية اللي هي التارجت سيلز اللي بيتحد معها السيتوكاين. فعشان كده السيكريشن of cytokine بيبقى controlled من cytokine producing cells بحيث ان هو بيطلع في حالة وجود الستيمولس، بعد كده cytokine بيقدر يوصل للتارجت سيلز اللي عليها specific receptor وبالتالي بيدينا البيولوجيكال effect. فزي ما احنا قلنا في الاول في التعريف بالنسبة للcytokine ان هو عبارة عن communication messenger اللي بيقدر يربط ما بين cytokine producing cells وما بين target cells، ومن خلال الكوميونيكيشن بنحصل على البيولوجيكال effect اللي هو يا اما division للcells يا اما migration يا اما production للبروتين زي الانتيباديز اللي تستخدم في الستوبينج لعملية الانفكشن. بعد كده هنتكلم على التارجت اوف سيتوكاينز، بمعنى السيتوكاين لما بيتفرز بيعمل الاكشن بتاعه فين؟ زي ما قلنا هو بيعمله على التارجت سيلز. التارجت سيلز دي ممكن تكون قريبه او ممكن تكون بعيده على حسب المكان اللي بيعمل فيه الاكشن الخاص بالسيتوكاين. بنقسم السيتوكاين اكشن لاوتوكراين وباراكراين واندوكراين. الاوتوكراين معناه ان السيتوكاين بيعمل افكت الجينريتنج سيلز، بمعنى ان السيتوكاين بيطلع من السيتوكاين بريديوسنج سيلز وكمان بيعمل نفس الاكشن على نفس الخليه، فعشان كده بنسميه الاوتوكراين. زي ما هو باين في الصوره بنلاقي ان السيتوكاين بيتفرز وبعد كده بيلف تاني وبيعمل نفس الاكشن على نفس الخليه فبنسميه الاوتوكراين. النوع التاني من الاكشن وهو الباراكراين، معناه افكت سيل ان ذا ايميديت فيسينيتي، معناه ان هو بيأثر على الخلايا المجاورة بيه اللي هي النير باي زي ما احنا شايفين في الصورة، بتطلع من السيتوكاين بريديوسنج سيل وبعد كده بتمشي مسافة قصيرة وبيأثر على الخلايا الموجودة في البيئة اللي تم فيها السكريشن للسيتوكاين، عشان كده بنسميها الباراكراين اكشن. اخر اكشن وهو الاندوكراين اكشن، معناه افكت سيلز ريموت فروم ذا سيكريتنج سيلز، بمعنى ان السيتوكاين بيتفرز من السيتوكاين بريديوسنج سيلز بعد كده بيمشي مسافات طويله جدا بحيث ان هو بيوصل للبلد وبعد كده بيوصل للتارجت سيلز اللي هي موجوده على مسافه بعيده من الخلايا اللي عملت برودكشن للسيتوكاين وبيقدر يعمل الايفكت عليه، وده بيتم من خلال بعض السيتوكاين اللي هي بتشتغل على عمليه التخليه سواء من الليمفويد أورجنز أو من البونمر. فهنا الأكشن للسيتوكاين بيتم يا إما أوتوكراين باراكراين أو إندوكراين. بعد كده هنتكلم على مدى التداخل في الأكشن ما بين الديفرنت سيتوكاين. سيتوكاين زي ما قلنا عبارة عن فاميليز كتير وقسمناها لمجموعة كبيرة على حسب الأكشن، فبنلاقي أن السيتوكاين بتتفاعل مع بعضها بتعمل
يا إما interaction مع بعضها أو تضاد مع بعضها. فبنقسم التفاعل ما بين السيتوكاين من خلال مجموعة الأكشن الموجودة قدامنا دي. أول أكشن هو البليتروبي، معناه إن one cytokine affect multiple cells type. الأكشن الثاني وهو الريدندنسي أو التداخل، بنلاقي إن أنواع مختلفة من السيتوكاين affect cell of the same type، بمعنى إن أنواع مختلفة بتأثر على نفس الخلية. الأكشن اللي بعد كده وهو السينرجي، معناه إن السيتوكاين acting in concert on the same cell، معناه إن السيتوكاين بتتعاون مع بعضها بحيث إنها تعمل الأكشن على نفس الخلية. الحاجة اللي بعد كده وهو الانتاجونيزم، معناها بيحصل كومبيتنج للأكشن أو تضاد في الأكشن ما بين السيتوكاين. وآخر حاجة هو الكاسكيدنج، بمعنى إن السيتوكاين acting sequentially، معناها إنها بتشتغل بالتتابع. فدي كل الأكشن: بليتروبي، ريدندنسي، سينرجي، انتاجونيزم، وكاسكيدنج. هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل باستخدام الصور الموجودة قدامنا دي وكمان بالأمثلة. أول واحد وهو البليتروبي، معناه إن سايتوكاين زي الانترلوكين 4 اللي بيطلع من التي هيلبر سيلز بيقدر يطلع ويشتغل على البي سيل سايموسايت والماس سيل، بيشتغل على أكتر من نوع من الخلايا وبيدينا أكتر من أكشن سواء أكتيفيشن أو بروليفريش. فكلمة بليتروبي معناها تعدد في الأكشن، سايتوكاين الواحد يقدر يأثر على خلايا مختلفة ويدينا أكشن مختلف، ودي بتبقى ميزة للسايتوكاين مختلفة عن الهرمون. الأكشن الثاني وهو الريدندنسي، معناها التداخل، زي ما قلنا أنواع مختلفة من السايتوكاين زي الانترلوكين 1 و4 و5 اللي بتطلع من التي هيلبر سيلز، كلها بتقدر تشتغل على البي سيلز وبتعمل البروليفريش، فانواع مختلفه وبتعمل نفس الاكشن، فعشان كده بنسميه تداخل في الاكشن، ان اكتر من واحد بيعمل نفس الحاجه. الاكشن اللي بعد كده وهو السينرجي، بمعنى ان في بعض السيتوكاين بتساعد بعضها زي الانترلوكين 4 وانترلوكين 5، الاثنين وجودهم مع بعض بيأثر على البي سيل، بيعمل لها ستيميليشن وبيدينا انديوس الكلاس سويتش تو اي جي اي، بيطلع انواع معينه من الانتي بوديز اللي هو الاي جي اي. فده اللي بنسميه السينرجي، لان نوع واحد بس يعني الانترلوكين 4 ما ينفعش لوحده ان هو يعمل عمليه السويتشنج دي، هي تطلع نوع معين، لازم انترلوكين 4 و5 الاثنين بيتحدوا مع بعض في الاكشن، وعشان كده بيدينا السينرجيزم، وفي النهايه بيتم الاكشن على البي سيلز. الاكشن اللي بعد كده هو الانتاجونيزم، هو واضح من اسمه معناه التضاد، ان في بعض انواع السيتوكاين زي الانترفيرون جاما بتعمل ستوب او بتعمل انتاجونيزم للاكشن اوف انترلوكين 4، وعشان كده بتعمل بلوك للاي جي اي برودكشن من البي سيلز. واكشن الانتاجونيزم ده بيبقى مهم جدا عشان نعمل ستوب او نعمل كنترول على السيتوكاين اكشن، طالما في سيتوكاين تقدر توقف عمل السيتوكاين التانية، فبالتالي انا اقدر اوقف عمل السيتوكاين من خلال ان انا اطلع الانتاجونيزم بتاعها. اخر اكشن وهو الكاسكيدنج، بمعنى ان الاكشن بيتم من خلال تتابع اكشن لسيتوكاين او اكتر من نوع من السيتوكاين. السيتوكاين الاولاني زي المثال اللي موجود قدامنا ده اللي هو الانترفيرون جاما، بيعمل الاكشن على الماكروفاج، بعد كده الماكروفاجز بتبتدي تفرز نوع تاني من السيتوكاين اللي هو الانترلوكين 12 اللي بدوره بيشتغل على الاكتيفيتد تي سيلز ويطلع الاذر سيتوكاين. اما بنجمع كل الاكشن اللي بيقوم بيها السيتوكاين بنسميها السيتوكاين ميدييتد افكتس، يعني كل وظيفة السيتوكاين اللي بيقوم بيها ما بين خلايا الليكوسايت داخل الاميون سيستم. اول حاجة بيعمل سيل جروس، كمان بيعمل سيل ديفرانشيشن، سيل ديث، ستيموليت برودكشن اوف نيو بروتين زي الانتي بودي مثلا، كمان انديوس النون ريسبونسيفنس تو اذر سيتوكاين، زي ما قلنا ان هو بيتداخل ويوقف عمل بعض السيتوكاين، كمان بيعمل اندكشن لريسبونسيفنس تو اذر سيتوكاين اللي هي في حالات السينرجي، وكمان بيعمل انديوس سيكريشن اوف اذر سيتوكاين. دي كلها بنسميها سيتوكاين ميدييتد افكت، وكل الافكتس اللي بيقوم بيها تؤدي لحدوث البيولوجيكال افكت، يعني الخلايا ما حصل لها جروس او كيلينج او ان هو عمل انتاجونيزم او انكريز الريسبونسيفنس بيؤدي لبيولوجيكال افكت داخل المناعه، عشان كده بنسميها بيولوجيكال فانكشن اوف سيتوكاين، يعني بيعمل ايه بالظبط، هو عمل اكشن ولكن بيتبع الاكشن ده بيولوجيكال افكت، تغير في المناعه. فاول حاجه اللي هو ديفلوبمنت اوف سيلولار اند هيومورال اميون ريسبونسز، اما بيعمل جروس واكتيفيشن لبعض الخلايا فبيؤدي للانكريز
وديفلوبمنت للسيلولر زي ما قلنا والهيومرال اميون ريسبونس. كمان بيعمل اندكشن للانفلاماتوري ريسبونس من خلال الكيموتاكتيك اكشن اللي هو بيجيب الانفلاماتوري سيلز، وعشان كده بيساعد في حدوث الانفلاميشن اللي بيعمل ستوبنج للانفكشن. كمان بيعمل ريجوليشن للهيماتوبيس من خلال ان هو بيساعد في عملية الديفلوبمنت والجروس للخلايا داخل البون مارو زي في حالات الكولين ستيميليتنج فاكتورز. كمان بيعمل كنترول اوف سيلولر بروفريشن اند ديفرنشيشن، وده اكشن مهم جدا من خلاله بيقدر يزود عدد الاميون سيلز الموجودة في الجسم. كمان له دور مهم جدا في عملية الهيلينج للووند من خلال الانفلاميشن اللي بيحصل، وبعد كده بيعمل هيلينج للسيلز. فبالتالي السيتوكاين زي ما قلنا لها دور مهم جدا في ان هي بتتواصل ما بين خلايا الاميون سيستم عشان تقوم بدورها في الاميونتي، سواء في الهيومرال اميونتي او السيلولار اميونتي او عملية تخليق الخلايا داخل البون مارو.